صباح الخير وكل التحيات للأصدقاء المتابعين لتلفزيون لبنان. بحلقتنا اليوم رح نضوي على مواضيع حياتية بتهم شريحة من الأصدقاء المشاهدين، بدءا بالكلام عن الأسعار والبطاقات المصرفية بالسوبر ماركت. إنجاز التعبير هذه المأساة المفترض أن تكون مدوات ومعالجة بمورفين اقتصادي، لأنه المورفين الصحي أيضا مقطوع، هيدا اللي رح نتناوله أيضا بالقسم الثاني من برنامجنا. ولكن بداية منرحب برئيس نيابة أصحاب السوبر ماركت دكتور نبيل فهد، أهلا وسهلا فيك. شكرا، صباح الخير سيدي. يعني من الآخر الكلام عن الدفع بالبطاقات المصرفية، كنا عم نسمع أنه في إمكانية لحتى تتشدد وتاخذوا قرار برفض الدفع إذا ما تم التوصل إلى اتفاقات تقريبا تقدر تريحكم لحتى تستمروا بهذا القطاع. عملتوا كتير اجتماعات مع مصرف لبنان، مدير عام الاقتصاد محمد أبو حيدر دخل على خط الوساطة، ولكن لغاية اليوم حتى الرئيس مياتي كان له موقف بهذا الموضوع. شو آخر المستجدات؟ حقيقة هي معضلة مثل كل المعضلات، يعني الأمور يلي عم نواجهها بالبلد. الدفع يلي الكمية الأموال يلي بتفوت على المصرف عن طريق البطاقة المصرفية، يعني وقت الشخص بيشتري مواد غذائية توقف جوا. وين جوا؟ بالبنك، لأنه مصرف لبنان ما بيعطي سيولة للمصارف كافية لحتى هالأموال هيدي ترجع تظهر من البنك بنقدا، يعني ببنك نوت. والموردين يلي نشتري منهم بضاعة تيعطونا بضاعة لحتى نستبدل هالمواد الغذائية يلي اشتريها المواطن بمواد غذائية جديدة، بده انه يقبض حقها نقدا او نسبة كتير قليلة شيك والباقي نقدا. يعني اغلب الشركات هلأ بين 10-20% بياخدوا شيك والباقي بده يكون نقدا. شيك باللبناني ولا بالدولار؟ لا لبناني. ما هو المشكلة هلأ لبناني، ما عم نحكي ابدا دولار. يعني في تضييق على السيولة كتير كبيرة باللبناني لضبط سعر الصرف، فهيدا يلي عم بيوصلنا على مشكلة. نعم. إذا بدك دورة التوريد للسوبر ماركت، يعني بتبيع بضاعة ما عندك قدرة أنك ترجع تجيب بديل عنها. نعم. ومثل ما قلت صرنا نحن أشهر، يعني تقريبا من الصيف، من وقت ما بدا التعميم 158 يلي بيقول نص كرس هو ايه، انه النص كنص اللبناني اللي بيقبضوا المودع نصه كاش نصه بالبطاقه، بس المساعدات الاجتماعيه اللي عبوها 60-40، يعني هودي هلا النسب، يعني ما هي كمان، يعني نحن ضمينا نحاول ب يعني على اشهر. نعم. نستوعب كسوبر. نعم. ماركت نستوعب الوضع ونجرب قد ما فينا ان يعني نسهل امور الناس. ويعني بتعرفوا صرنا لوقت صرنا مرغمين، لانه صارت كميه الاموال هائله. جبنا الاحصائيات من المصارف على قد ما بالغ اللي فايته على البنوك من الكريدت كارد. نعم. باخر 2 اشهر 2500 مليار، وبعدهم يعني جوا يمكن قدرنا نسيل 1000 أو 1200 1500 منهم. يعني عنا على الأقل بين 1000 و 1500 مليار حسب كل وضع الشركة، هودي علقانين. وصلنا هلأ فترة عم نجرب كمان نسيلهم، يعني تبقول سيلهم يعني نستعملهم حتى نشتري بضاعة فيهم. نعم. يعني في صعوبة كتير كبيرة، مشان هيك نحن عم نقول حل 50-50 نعتبره مؤقت، لأنه عنا تراكمات أشهر كبيرة ومبالغ كتير كبيرة بعدها واقفة، يعني مجمدة ما عم نقدر نستعملها. فهيدي كمان هيدا الرسمال يلي بنستعمله لحتى نقدر نشتري بضاعة. نعم. وبتعرف انت هلأ ما بقى في أي تمويل من المصارف، يعني ما بنقدر نستعمل يعني التسهيلات المصرفية لحتى واحد يقدر يشتري بضاعة فيها، صار كل شيء بده يندفع نقدا. فيعني هيدي معضلة، يعني صرنا واقفين بطريق مسكر ما بقى فيه حل. طب اليوم التعميم 161 ما بتستفيدوا منه انتو؟ لا، هيدا التعميم 161 للافراد. نعم. وهلا كمان ما عم بيدفعوا بالدولار كمان. ما بيناسبكم تسحبوا بالدولار انتو؟
ايه بس هو التعميم ما يعني محدد في محدد يعني. ب 3000 دولار للحساب. بس انتوا عارفين 2000 وكم مليار؟ 2500 مليار قديش؟ ايه بس هو 3000 دولار بالحساب يعني. نعم ايه لا مش هو الحل يعني اكيد. طب اليوم يعني هذه المشكله اللي مثل ما قلنا نحن على اعلى المستويات انتوا ناقشتوها، مفترض نلاقي لها حل لانه عملية بانيك بالسوق يعني. كل الناس صاروا يعني قلقين جدا جدا جدا. مش بس قلقين يعني ما عم بيقدروا يشتروا مواد غذائيه لانه الاموال ما عم بتقدر تتسيل، وصار صارت الكلفه يعني. اذا نعم. بدك تدفع لحتى تسيل هالاموال وصلت ل 35%. يعني انا اذا بروح عند شخص بقول له هيدا شيكه ب 100 مليون ليره نعم. بيعطيني مقابله 65 مليون كاش، ولو 35% هي كلفه لتسييل هالاموال. شو هي الكلفه؟ مش عم بفهم انا. نعم. ليش بدهم ياخذوا 35% يعني من يعني هو لانه ما في استعمال للاموال بالبنك الا انه تدفع فيه بس ينوجد الضرائب والرسوم بس ينخصموا ال 35 بصير فيه يعني هيدي لانه يعني الاشخاص اللي بيعملوها بفتشوا بشوفوا مين في ناس بحاجه لاموال بالبنك. نعم. يستعملوها بياخدوها من هالمنطلق هيدا يعني. مثل ما صار بقصه الدولار انه يصير في حسم لحتى تقدر تطلع كاش دولار يعني. بتعرف بلشت ب 80% يعني الحسم 20%، هلا صرنا الحسم 85% بعد سنتين ونص من الازمه. طب اليوم هذه المشكله اللي احنا عم نحكي عنها ممكن توصلكم لحتى ترفضوا نهائيا كسوبر ماركت الدفع بواسطه البطاقه المصرفيه؟ حقيقه نحن هيدا حل ما بدنا نوصل له يعني. عم نحاول قد ما فينا ما نوصل له، لكن عم يدفشونا دفش لهالاتجاه هيدا. وقتها قطاعات تانية يعني مثل المحطات، الأفران، الصيدليات، كلهم ومحلات تانية تجارية نعم. عم ترفض تاخد البطاقة المصرفية، فالمواطن صار ما عنده إلا السوبر ماركت يدفع فيه. وحتى في بعض المحلات يعني والسوبر ماركت يلي ما عندهم القدرة يتحملوا كمان هن توقفوا بالكامل. لكن نحن كنا ايه بموقفنا انه بدنا نجرب قد ما فينا يعني نتفادى الوصول لهال يعني النهاية إذا بدك، إنه نتوقف كليا. جينا وعد يعني بأسبوع الماضي كان عندنا لقاء مع الرئيس. نعم. مئاتي نعم. وقال بدكم تتحملوا بعد كم أسبوع لأنه يعني ممكن الحل تبلش يعني يصير في حلحلة لموضوع السيولة يعني. وممكن إنه هالشي هيدا يعني ينعكس إيجابيا بشكل إنه نصير نقدر ندفع الأموال يلي هي واقفة بالمصارف. نحن طرحنا حل كان كتير عملي، وهي بما أنه مصرف لبنان ما بده هالأموال هيدي تكون سيولة موجودة بين إيدي الناس وتضغط على سعر صرف الدولار، أن نخليها برات إذا بدك بأي إطار هالمضاربات يلي ممكن تصير بسوق القطع يلي هو خارج صيرفة. نعم. نحصرها بصيرفة، بيكون معروف قد ايه المبالغ، الشركات اللي بدها تستورد قد ايه المبالغ يلي هي بحاجة لها، بيكون هالاموال هيدي تخصص لشراء الدولار عبر صيرفه لشركات المواد الغذائيه حصرا. وبهالطريقه هيدي ما بتطلع هالاموال. نعم. الى سوق المضاربه يعني. اكيد هي بتخلق ضغط لكن ضغط منظم اذا بدك لحتى نقدر نستعمل هالاموال. لكن هيدا الحل ما يعني ما اعتمد، ما شفنا نتيجة. طيب اليوم مساعي مدير الاقتصاد محمود ابو حيدر يعني محمد ابو حيدر فات على الخط يعني باكثر من مره، بقول لي رايح على المجلس المركزي، عندي اجتماع مع المركز المركزي 1 2 3 وصولا حتى ما في شيء استجد يعني. ليش؟ ليك هو صار في كثير يعني مساعده ومحاولات من دكتور محمد ابو حيدر. نعم. من دكتور سليم شاهين نائب حاكم مصرف لبنان يلي هن كانوا يعني عم نتواصل معهم بموضوع البطاقه المصرفيه لهن بالمجلس المركزي على مر الاشهر. لكن يعني نحن طلبنا من ميل والحاجه الى ضبط السيوله والضغط لتحديد سعر الصرف كان اقوى من انه نلاقي حل لهالمعضله هيدي تحديدا. فبتصور يعني نحن بدك تقول رفعنا يعني ما بقى عندنا امل، رفعنا العشرة بموضوع السيوله انه هيدا هو هيدا القرار. نحن عم نتفاعل مع هالقرار بشيء يقدر يحمي القطاع تبعنا وبنفس الوقت يحمي المستهلك، لانه بالنهايه اذا نحن ما قدرنا جبنا مواد غذائيه بديله المستهلك ما راح يلاقيها بالسوق الا اذا بده يدفع نقدا. هيدا اللي بدي اقوله، لانه هلا النص اللي عم بيروح على البنك يعني هو عم بيكون يعني من ضمن الرسميل تبعكم انتم يعني. أكيد. قد يؤثر على الاستيراد.
وبغيب التسهيلات المصرفيه ما بقى في بضاعه. طب مشكله واضحه يعني ما عم بفهم شو بدنا. بدهم الناس يضبطوا يعني سعر الصرف، هيدي هي ضبط السيوله اللي ضبط سعر الصرف يعني على حساب المواطن الامن الغذائي للناس يعني. يعني مشان هيك انا اول ما اطلقت الصرخه قلت هيدا مرتبط بالامن الغذائي، لان نحن اخر حلقه بسلسله الامن الغذائي بسلسله التوريد، واذا المواطنين ما قدروا حصلوا على المواد الغذائيه لانه منا موجوده بالسوبر ماركت، لانه بدنا ندفع بالبطاقه. نعم يعني ما في حل. طب اليوم دكتور نبيل، هيدا الموضوع اللي نحن عم نحكيه مثل ما قلنا نحن سلسله من الاجتماعات عملناها، هي اول مقابله بنعملها معك، ما بنبلش بالغلا وبالاسعار اللي مرتفعه، عم نحكي عن استمراريه لهذا القطاع لتامين الامن الغذائي. ولكن اليوم بجولتنا على السوبر ماركت عم نلاحظ يعني في اصناف ناقصه انجاز التعبير، بلشنا نشعر انه عندنا نقص يعني بواقع الامن الغذائي، مخزون الامن الغذائي. لك حقيقة لا، ما في أي خطر على الأمن الغذائي، بتلاقي في بعض الأصناف ناقصة أصناف كثيرة. ما أنا لأنه صارت معي امبارح المساء بسوبر ماركت صنف 2 3 4 5 6 ما في مش إنه بدك ما في. إيه بس هيدي المشكلة لأنه الكميات اللي هي متوفرة صارت محدودة، يعني الصنف ممكن يكون موجود لكن بهالنقطة البيع صار في طلب عليه لحتى نقدر نرجع نبدل. يعني قبل كنا نحط مخزون أكتر بكتير، هلأ بسبب شح الأموال وعدم وجودها عم نجيب كميات أصغر، فممكن أنه هالأصناف هيدي تكون يعني منا مقطوعة بالسوق، لكن بنقاط محددة صار في طلب عليها عم بصير في شح. منا مشكلة يعني إذا بدك عضوية، لكن هي مشكلة آنية بتنحل بزيادة الرسمال تبع يعني وجود الرسمال يلي بنقدر نطلعه من الأموال. هيدي أول نقطة. تاني نقطة، ما تنسى الشحن صار كتير كتير غالي، يعني كمان بنرجع بنحكي بالسلسلة. تبرير يعني انت تبرير بدك تشتري من أمريكا، من كندا، من أوروبا، من الصين، من آسيا، كل هال أسعار كلفة الشحن بسبب ارتفاع سعر البترول ارتفعت بشكل جنوني، يعني 4 مرات و5 مرات، يعني 400 و500% كلفة شحن الكونتينر من الصين على لبنان، يعني أكلاف هائلة، وهيدي كلها بدها تنعكس على أسعار السلع، بالإضافة لحرب أوكرانيا وما أثرت عليه من ناحية كل البلدان يلي بتصدر مواد غذائية أصدرت قرارات بوقف التصدير. يعني مثلا نحن بنستورد كنا تقريبا 70% من السكر من الجزائر، الجزائر أخذت قرار بوقف تصدير السكر، فصار عندنا مشان هيك صار غالي كثير عندنا، مشان ايه انقطع السكر ما بقى في سكر. هلا موجود سكر بغير مناطق، وبلشوا التجار يتصلوا بمصادر جديدة يعني حتى يجي وجابوا هلا سكر، لكن نفس الشيء صار بمصر، نفس الشيء صار بتركيا، بأوروبا، كلهم سكروا على التصدير المواد الغذائية لأن بدهم يعني خافوا أنه حرب أوكرانيا تأثر بشكل سلبي، أنه ما يقعد عندهم إمدادات للغذاء. فهيدا كمان أثر على قدرتنا أنه نحن نجيب بضاعة مرحليا. هلأ الكل ارتاحوا، يعني نعرف شو مدى الحرب وشو تأثيرها على الدورة الاقتصادية عالميا، ف يعني بلشت البضاعة تتوفر بطريقة أحسن. طب يعني هون احنا بدنا نعود حالنا على ارتفاع مرتقب للأسعار، لأنه يعني في مصادر أبعد تكلفتها أكثر، سعر الصرف ممكن يتغير بين دي أو تاني. هلأ باستقرار سعر الصرف يعني يلي هو يلي تقريبا بين 23-24 عم بيتأرجح. باقي لأيمتى؟ يعني بيقولوا للانتخابات نشوف. ما حدا بيعرف، لكن بهالاستقرار هيدا فيكم تتعاولوا على بيقولوا، ولا بده يكون مصادر موثوقه لتعرفوا كيف بدكم تشتغلوا؟ ليك نحن بنشتغل كل يوم بيومه، ما بنعول على شيء، كل يوم بيومه بنشتغل، شو ما كان الوضع بدنا نتاقلم معه ونجرب نخلي يعني البضاعه موجوده، المواد الغذائيه موجوده من ناحيه، ونجرب قد ما فينا نخفف هالتاثير هيدا على السوق، لانه نحن بنعرف
أول شيء نحن بنعرف إنه القدرة الشرائية للمواطن كتير ضعيفة وعم تدهور أكتر وأكتر، وكل هالقصص يلي بتصير بقصة البطاقة وشو مسموح وشو مش مسموح، هيدا كله عم بيأثر على قدرة الناس إنه تشتري أكل. قديش خفت النسبة اللي يعني نسبة المبيع خفت بالسوبر ماركت؟ بشكل كتير قليل الحقيقة، ما كتير حسينا بالفرق، لأنه بتعرف يعني الحاجة للمواد الغذائية يعني ما في واحد يوقف، يمكن صار في شفت يعني صار في تحرك من مصاريف تانية يمكن بالبنزين أو غير مصاريف نحو يعني يخلوا هالكاش هيدا للسوبر ماركت. بس في نقطة بس بدي أرجع لها كتير مهمة، إنه الناس لازم تعرف إنه عالميا يعني حتى الفاو منظمة الأغذية العالمية طلعت تقرير بارتفاع نسب أسعار المواد الغذائية، مش بس باللبنان بغير دول كمان بكل العالم. الفاو يعني منظمة الأغذية العالمية اللي هي مركزها بروما بالعشرين لثلاثين بالمية نسبة ارتفاع عدد كتير كبير من السلع الغذائية. بألمانيا مثلا نسبة ارتفاع الأسعار بالسوبر ماركت 50% بس بسبب الحرب بأوكرانيا. يعني شوف هالتأثير الكبير، وهيدا في عندك استقرار يعني عم تحكي باليورو يلي هو عملت أوروبا. فالتأثير الحرب الأوكرانية كان كتير كتير صعب وكتير قاسي على قطاع المواد الغذائية وعلى موضوع الأمن الغذائي، يعني سبب هلع وخوف عند كتير من البلدان، وهلأ بلشت الأمور تنتظم شوي شوي. طب نحن المخزون عنا قديش المخزون يعني الأمن الغذائي قديش بضاين؟ شهر اثنين ثلاثة أقل أكثر؟ لك هلأ ما في مشكلة يعني غير من موضوع القمح يلي هو مشكلة كتير كتير كبيرة وكتير صعبة. لكن نحن بالهيئة الاقتصادية عملنا لجنة أمن غذائي ترأسة الرئيس محمد الشقير مع كل النقابات الغذائية، وكل أسبوع منجتمع ومنشوف من يعني منعمل دراسة لوضع البضاعة شو ناقصنا يعني شو ناقص شو موجود بكل القطاعات، يعني بموضوع مستوردي اللحوم وربي المزارع يعني البقر والغنم، الدواجن، الصناعات الغذائية، المطاحن، المستوردي المواد الغذائية، السوبر ماركت، كل هالقطاعات يعني بتعطي تقرير عن وضعها. والوضع هلأ يعني مستتب من شيء بس بموضوع القمح عنا وضع كتير صعب، مشكلة كتير كبيرة، لأنه القمح مدعوم بيندفع دعمه من مصرف لبنان، وهلأ ما بصير في فتح للاعتمادات، تسكرت أكبر مطحنتين أو اثنين من أكبر المطاحن بلبنان، أضربوا الباقيين لأنه صار في يعني يمكن قرارات بعض يمكن اعتبروها غير يعني تعسفية أو شيء، فصار في مشكلة بتوريد الطحين إلى الأفران، وصار في نقص بالطحين بالأفران. ففي عندك يمكن ثلاث مطاحن بعد عندها مطحنة، يمكن عندها ثلاث أسابيع، مطحنة عندها أسبوعين، ومطحنة عندها أسبوع، والباقي ما بقى عندهم طحين حتى يوصلوا للأفران. فإذا ما بصير في حل اليوم أو بكرة رح نواجه مشكلة كتير كبيرة موضوع الخبز. يعني شهر الصوم يعني الكريم الفضيل شهر رمضان نتحمل هذه الأزمات اللي عم نحكي عنها، مشان هيك يعني كانت شوية صارت المشاكل اللي تراكمت مع بعضها بنفس الوقت، يعني كان لازم يصير في معالجة أسرع بهالموضوع دكتور نبيل، من ناحية المطاحن أو من ناحية مصرف لبنان وتأمين القمح. دكتور نبيل يعني من شوي أنت حكيت على شغلة أساسية بدي أرجع لها أنا إذا بتسمح لي، وقت اللي أنت بدك تدفع 100 مليون ليرة لأحدهم لحتى يقدر يصرفه بده يدفع 35% منه، يعني بيقبضوا 65 مليون، يعني هيدا بالنتيجة مين بيتحمله؟ المستهلك؟ يعني هذا خسارة اللي احنا عم نحكي عنها كمان منحملها للمستهلك، لأنه منه بابا نويل يعني لحتى يدفع من جيبته يعني. لا بس ما هي هون المشكلة، نحنا يعني القطاع تبعنا عم بيواجه كتير صعوبات من ناحية التكاليف، هيدي الكلفة الأساسية هلا، والكلفة الثانية هي موضوع المزود، كلفة المزود، لأنه بتعرف نحن إذا محل بده يولد كهرباء 24 ساعة حتى يخلي براداته ماشي حتى تضل الإنارة موجودة، بتضل دايرة ولا أكيد، وهلأ نون ستوب أكيد، وقادمين على 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 يعني فترة الصيف، يعني حتى المكيف الهواء مش بس بتدوره بالنهار، مضطر تدوره بالليل كمان، لأنه كمان بدك تخلي البضاعة يعني فيها تكييف لحتى تضل يعني صالحة. عندك سلامة الغذاء أولوية. فكلفة المزود
كمان هي يعني مشكلة كتير كبيرة، وهيدا كله عم يترجم أو ضعف أو إقفال لمحلات. وبتشوف يعني عندك المحلات صغيرة يعني في مجزرة بالتكاكين، لأنه ما بيقدروا يكملوا، يعني ما بيقدروا يدفعوا اشتراك كهرباء، ما عندهم براد بقى، ما بيقدروا يبيعوا قلبين وأجبين، ما بيقدروا يستردوا الرسمال تبعهم، في عدد كتير كبير يعني بالألوف عم بيسكروا. طب يعني هالمرحلة اللي نحن فيها بالمقارنة مع مراحل سابقة تعتبر الأصعب الأدق الممكن يعني تهدد واقع الأمن الغذائي، تنحكي بصريح العبارة يعني بدون كومبليمان؟ أكيد أكيد نحن بأصعب، وإذا ما صار في حلول رح نوصل لبعد فترة أصعب بكتير، لأنه يعني نوعدنا بالكهرباء أنه بالشتاء بيصير في عنا 10-12 ساعة كهرباء. نعم. هيدا ما صار، يعني 10-12 ساعة كهرباء عم بتحكي نص تقريبا الكلفة. نص الكلفة، لأنه بتعرف كلفة الإنتاج الكهرباء بالمزود هي 3 مرات أكتر من كلفة الإنتاج وقتها بتيجي من شركة الكهرباء يلي هي على الغاز أو على الفيول، يلي يعني في عندك efficiency بتخلي الكلفة أقل. فكلفة إنتاج الكهرباء الخاصة بالمولدات على المزود كلفة باهظة جدا. قديش بنزيد على الأسعار إذا بتسمح لي؟ لأنه إحنا عم نتفاجأ، بنقول أسعار نارية جنونية، أسعار ما بتنطق، بس شيء فعلا لا يصدق. قديش بنزيد نسبة الكهرباء على الأسعار؟ الكهرباء المزود بشكل تقريبا بين حسب كبر المؤسسة وحسب يعني بتعرف حسب مبيعاتها عم بتشكل بين 6-12%. مش هيك ما بنشوف اسعار موحده بين سوبر ماركت وغيره؟ شيء طبيعي، لانه اصلا هو سوق مفتوح وفي منافسه وفي محلات وسوبر ماركت بتقدم خدمات. نعم. بتعتبر انه هالخدمات هيدي لازم يكون عندها كلفه معينه. يعني انا حقيقه يعني بلاقي انه وقت الناس بتقول لازم يكون نفس السعر بكل المحلات، هيدا شيء منه منطقي. يعني بكل بلدان العالم في منافسه بالسوق، كل سوبر ماركت او نقطه بيع بتسعر بطريقه مختلفه عن الثاني، حتى نفس السلسله نفس الاسم بمناطق بتسعر مختلفه عن مناطق ثانيه حسب مثلا قرب التوريد. يعني اذا عندك منطقه قريبه من مصدر تنقول مثلا خضره، المخرج عم بيسال في سقف معين، عم نحكي على الخضره وغيره، في سقف معين للاسعار اللي عم نحكي عنها او الزيادات؟ لا لا اكيد ما في سقف، يعني بتعرف الخضره مرتبطه والفواكه اسعارها كتير مرتبطه اولا بوضع الطقس يلي هيدا اثر كتير بالاسبوعين الماضيين، وكمان بالتصدير، لانه نحن مع مين عم نتنافس؟ نحن المزارع او التاجر اللي بيشتري المنتوجات الزراعيه او بده يبعثها على السوق اللبناني او بده يصدرها الى الخارج، فنحن عم نتنافس مع اسعار التصدير اللي هي بالدولار، فهون كمان بتاثر على كل اسعار المنتجات. طب بفتره دكتور نبيل سمعنا انه وزاره الاقتصاد كانت طلبت يعني من السوبر ماركت تعطيها لائحة مزبوط بأصناف محددة معينة، مشيتوا فيها؟ أكيد حقيقة نحن اللي اقترحنا. أنتو نحن أي أصناف اعتبرنا أنه أحسن طريقة لحتى تعزز المنافسة وحتى حتى يعني يشيلوا هالاتهام هيدا أنه في احتكارات وأسعار بالسوق يلي هي منا منطقية. ما في احتكارات؟ قلنا لا أكيد لا، عندك ألوف نقاط الباقي، يعني مش ممكن. نعم. أكبر سلسلة سوبر ماركت بلبنان ما بتمثل أكثر من 5% من السوق. نعم. يلي هي أو ما بعرف أو 7% أو 10%، بس يلي هي يعني نسبة كتير صغيرة. فنحن قلنا بنعلن الأسعار، نبعث أسعار المواد الأساسية إلى وزارة الاقتصاد حتى هي تجمعها من أكبر 10 سوبر ماركت، بتجمعها وبتحطها على موقع الوزارة، وكل سوبر ماركت عنده موقع هو أصلاً عم يعلن الأسعار يومياً، بحط الأسعار يلي للمنتوجات تبعه على موقع الإلكتروني تبع كل طيب شو هي الأصناف المحددة بالوزارة اللي أنتم بتبعتوها؟ في أصناف الأصناف هي الأساسية، يعني من ناحية الحبوب، الزيت، المواد التنظيف، عندنا زيت بعد ايه ما في مشكلة. بعض المعلبات الأساسية يعني مثل الفول والحمص، عندك أكيد بعض أسعار اللحوم، أسعار الخضرة، أسعار الفواكه الأساسية يعني حسب الموسم. فهي هيدي الليستة يعني تقريبا 30-50 صنف، وهيدي بنبعتها، هيدي ما توقفنا عن بعتها الى الوزاره، يعني هيدي اسبوعيا. نعم. وبنبعت شهريا كمان لائحه ب 750 صنف، لكن المشكله هلا صارت انه
قبل كان بسبب وجود كل هالأصناف بكل المحلات يعني متوفرة، كنت تعمل تقدر تعمل مقارنة. هلا ما بقى مثل ما كنت عم بتقول، عم بصير في نقص لبعض الأصناف ببعض نقاط البيع، فعم بتصير المقارنة يمكن أصعب شوي بين نقطة بيع والتاني، فعم بتصير يعني الكولكشن اوف يعني تجميع المعلومات لا وتجميع الأسعار ووضعها بطريقة يعني يمكن سهلة، رح تكون يعني عم بتلاقي صعوبة من ناحية جمع معرفة. مثلا بتقول مثلا زيت 3 لتر دوار الشمس من هالماركة بدك تلاقيه بكل المحلات حتى تعمل مقارنة. مثلا عدس من نفس النوعية لأنه كمان عندك نوعيات مختلفة، فيعني شغلة شوية فيها تعقيدات إذا بدك تقنية لحتى تقدر تعمل مقارنة بين الأسعار. لكن وقت بتجي على مثلا نوع منظف ديترجنت معين معروف أنه هيدا الكيس 4 كيلو من هاي الكل عندهم إيه من هالصنف من هالصنف الثاني الشامبو ورق المحارم إيه هودي سهلين. لكن وقت بتجي بتقول عبتقارن خضار مثلا بندورة في عندك 7-8 أصناف بندورة خيار نفس الشيء، يعني اللحمة كمان عندك مصادر مختلفة، ف يعني كلها هيدي ما بتخلي المقارنة تكون سهلة حقيقة. يعني دايما نحن كنا نقول بشهر رمضان شهر الخير والبركة يعني بصير في زيادة بالأسعار وأسعار ضرية، يعني هذه المرحلة بالمقارنة مع ما سبق بنقول على نفس الوتيرة الأسعار غالية ولا لا؟ ليك بأصناف كتير بقيت الأسعار استقرار تام، يعني ما صار في أي زيادات، لأنه عندك كتير ضعف بالقدرة الشرائية وفي عرض كان يعني في بضاعة متوفرة. هلأ الأكيد بموضوع الخضار والحشيش هيدا يعني أسعارها يومية بتطلع وبتنزل، يعني ما بقدر أعرف أنا يعني إذا بدك تاخد إحصائيا شو كان الارتفاع، بس بتصور أنه الارتفاع نسبيا كان أو مثل أو أقل من السنين الماضية. أنا بدي أشكرك لهذه الإطلالة التوضيحية اليوم عبر مشاكل وحلول، بتمنى كل مشاكلكم نلاقي لها حلول بعد اجتماعكم والوعود من دولة الرئيس همة وزير الاقتصاد سعادة مدير عام الاقتصاد محمد أبو حيدر وكل الناس يعني الخيرين. أنا بالختام بشكرك وأهلا وسهلا فيك. شكرا، يعطيك العافية. طبعا دكتور نبيل فهد رئيس نيابة أصحاب السوبر ماركت كان ضيفنا بالقسم الأول، هلأ المحطة لبريك وبنرجع نتابع سوا. بعدنا معكم ودايما عبر مشاكل وحلول منتابع مع ضيفتنا رئيسة مصلحة الصيدلة بوزارة الصحة دكتور كوليت رعيدي. بهذه المرحلة أصدقائي يعني اسمعنا أصوات عالية بتقول ليش المورفين منه موجود، كان عاجلا بيان لوزارة الصحة العامة بلبنان أوضحت سبب فقدان المورفين وطلبت إلى عملية استيراد الأدوية الأولوية الإنسانية القصوى، والواقع وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة بيقول إنه الوزارة كانت قد أعطت قبل شهرين موافقتها على حصول هالدواء على الدعم المطلوب قبل استيراده، ولكن تأخرت الموافقة التالية الواجب صدورها عن المصرف المركزي اقتضى التوضيح. دكتور أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير. يخلي لي إياك، يعني مهم كثير نقول بهذه المرحلة عم نحكي نحن عن فقدان المورفين. طبعا كثير من الناس كان في لهم مواقف بيقولوا على الأقل هذا النوع من الدواء مش لازم يكون مقطوع، لأنه فوق وجع الناس المصابين بالأمراض المستعصية ما فينا نحرمهم من المورفين. يا ريت بتوضحي لي، عادة هيدي أول مرة بتصير يفقد المورفين من الأسواق؟ هلأ قبل ما وضح موضوع المورفين بحد ذاته بدي وضح البروسس بهيدي المرحلة الدقيقة وبالأزمة الاقتصادية كيف عم بيصير استيراد الأدوية وشو البروسس اللي بتاخد الطويل يلي ليدخل الدواء على لبنان. الاستيراد أول شيء ببلش من وزارة الصحة أكيد ضمن الكوتا المعطية للوزارة، يعني نحن اليوم بنعرف أنه البادجت هي الأزمة، أزمة اقتصادية، أزمة مالية بامتياز. البادجت المنعطى على الدواء حالياً من وقت ما بلشت الأزمة هي تقريباً ثلث من ما كان يستورد لبنان سابقاً. سو دور الوزارة هون تعطي الأولوية أكيد وترشيد الأولوية،
يعني مش بس تعطي الأولوية، ترشيد الأولوية وترشيد أنواع الأدوية. يعني في أدوية مثلا منها لايف سيفينج ما بتنعطى الأولية قد الأدوية اللايف سيفينج، تعتبر أمراض السرطان أكيد والأمراض المزمنة، هيدي من الأمراض اللي يعطى إليها الأولوية. البروسس لأي دواء عادي بيصير أنه بيتقدم المستورد بطلب الاستيراد ضمن الكوتا، الوزارة بتدرس هيدا الطلب وبتعمل أقصى جهودها تعطي الموافقة بسرعة. بس ينعطى الموافقة بسرعة من الوزارة، في مرحلة تانية هي أنه المستورد بده يروح على الكوميرشال بانك قبل ما نوصل على مصرف لبنان، يطلع سويفت، بيطلعها سويفت، والسويفت بيجي بيرجع فيها على الوزارة، بتنمضى من الوزارة، بمعنى الوقت بتمضي الوزارة على سويفت انه هي قابلة الدواء وقابلة الكمية كمان ضمن الكوتا المعطية. بيرجع المستورد بياخد السويفت وبيروح فيها على مصرف لبنان بانتظار ما يسمى البري أبروفل من مصرف لبنان. البري أبروفل هي إذن مسبق من مصرف لبنان، يعني إذا بدك تنهين على المواطنين مثل كأنه منسميه وعد بالدفع. لا. بس يحصل المستورد على البري أبروفل ساعتها بخابر مصنعه برا لعملية الشحن. هلأ هيدي لكل الأدوية العادية. بالنسبة للمخدرات اللي هي المورفين هي تابعة لأدوية تسمى مخدرات والمواد النفسية، بالإضافة إلى ما ذكرته قبل بده شيء اسمه إذن استيراد مسبق من دائرة المخدرات، وفي شركة المصنعة برا اللي بتعطي إذن التصدير المسبق. يعني هيدا البروسس كمان أطول من أي دواء عادي. هلأ اللي صار بالذات بدواء المورفين الدواء نهائياً لح قلك كمان شو الوضع. المورفين الانجكتبل موجود لهلأ، المورفين اللي بينعطى بالتم هلأ حالياً نحن إذا بدك على آخر ستوكات، يعني عند المستورد ما في، بعد في كم قطعة ببعض الصيدليات. هلأ نحن عطينا مثل ما حضرتك قلت وطلع بيان وضح هالشي من الوزارة، عطينا نحن الموافقة ضمن البروسس على السويفت من تقريباً شهر ونص لورا. لكن اليوم بالإضافة إلى موضوع البري أبروفل من مصرف لبنان، عم نوصل لمطرح كمان عنا عقبة كتير مهمة، هي أنه اليوم الشركة الأم يعني المختبر المصنع لأنه عندها ديون سابقة كتير، مربوط الاستيراد الجديد بالديون السابقة، يعني إن كان اسمه مورفين الدواء ولا ما اسمه مورفين، الأولد ديوز تراكمت كتير. يعني اليوم في رقم كبير بأولد ديوز استيراد سابق، أدوية دخلت إلى البلد واستعملت لحديت هلأ ما انقبض حقها، هيدا كمان عم بعيق الموضوع. لكن بالنسبة لموضوع المورفين أكيد هي أولوية، يعني لو شو ما كان نحن توصلنا مع المستورد وكان تجاوب كبير انه لح يشحن on basic risk، يعني هو لح يتحمل المسؤولية بغض النظر إذا في بري أبروفل من المصرف أما ما في. هون الدخول بيدخل سهل دخوله إذا ما في؟ في البروسس اللي قلت لك عنه الإكسبورت بيرميت، نحن من الوزارة أعطينا الإمبورت، يعني لأنه هيدا مخدرات أعطينا الإذن بالاستيراد. هن المستورد عم يشتغل هلأ مع الشركة الأم مع المختبر المصنع تيجيبوا الإكسبورت بيرميت، وهيدا الشيء مثل ما قلت أنه on risk basis، يعني بغض النظر إذا لح ياخد بري أبروفل ولا لا من مصرف لبنان، متأملين أنه قريبا يوصل الدواء. لكن أنا اليوم ما في أسامي تجارية، بس بأكد أنه في بديل
للوجع بذات عائلة المورفين يلي بنسميهم المخدرات مدعوم، كله مدعوم، أدوية المخدرات كلها مدعومة. مدعومة موجودة، بعد في عنا ستوك بالبلد بداين الشهر يعني كمان. طيب وليه طلعت هالصرخة؟ لأنه من كبار القوم يعني عظيم، بس لأنه اسم الأم أس تي غير اسم هيداك، ممكن المريض معود على الأم أس تي، بس أنه الأطباء بيعرفوا أنه في بديل هلأ موجود يمكن بداين شهر، بس فيهم يبدلوا المريض هو من عائلة المخدرات، يمكن مش ذات الأكتيف إنجريدينت بس الاستعمال ذاته. سو يعني إذا بدنا نذكر اسم يعتبر دعاية ولا شو بريح الناس؟ بدي أذكره، أنا بقول في أبسترال هلأ يلي هو كمان بينعطى بالفم، أنه اليوم بالوقت الحاضر في دواء هو من عائلة المخدرات بيشبه كتير المورفين. أبسترال بيشبه الأم أس تي المورفين، ممكن المريض تكين وصل المورفين تابلت ياخد الأبسترال يلي هو مش هو بيوصفه يعني أكيد طبعا حكيم. الحكيم لأنه خاصة المخدرات بدها وصفة طبية، وصفة طبية خاصة، لكن هلأ متوفر من هلأ لا يوصل الأم أس تي، يعني عم نجرب نلاقي الترشيد العلاج البديل العلاج لكن ضمن الفئة العلاجية الواحدة. طب اليوم دكتور رعيد، يعني حضرتك أنت رئيسة مصلحة الصيدلة بوزارة الصحة، وبهذه المرحلة يعني الكلام عن الدواء كثير وكثير، يعني يوم السبت نحن كنا عم نحكي مع نقابة يعني المصانع الدوائية بلبنان، وشغلة هي نحن منشجعها وندعو لها بالخير، ولكن من خلالك أنت هلأ يعني بهمنا نوضح على بعض الأمور. بعد ما أنا قرأت أنه في لائحة من المستحضرات الصيدلانية تم سحبها من الأسواق، يعني هذه بنقراها ببعض الأحيان بناء على قرار الوزير، بأي حال نحن نلجأ إلى هذا القرار؟ إذا كانت مزورة، إذا كانت منتهية الصلاحية بعد موجودة، ولا بأي حال؟ عدة أسباب بتؤدي إلى إصدار قرارات بسحب أدوية ومنع تداولها. أول شيء فيها تكون أدوية مهربة، فيها تكون أدوية مزورة، فيها تكون إلى سنين بطلت مسوقة، ساعتها نلغي تسجيلها. بس عدة أسباب، بس المزورة بتنكمش يعني في نظام بنكتب بقرار منع المنع، بنكتب بالقرار اللي بيصدر من وزارة الصحة أسباب المنع بالقرار، على طول له حيثيات، بنحط إنه بناء لعدة أسباب، إنه الدواء مزور، الدواء انفحص أما فات بطرق غير شرعية، دواء مهرب، عدة أسباب بتؤدي إلى سحب الأدوية من الأسواق اللبنانية. دائما بنسمع الأدوية الغالية يعني هي اللي بتتزور عادة، أدوية السرطان إذا ماني أنا غلطان. مش بالضرورة يعني إذا بنرجع لورا سنين بالنسبة للأدوية المزورة في نحن صار معنا حادثة من 20 سنة سحب بسبب تزوير دواء البانادول اللي هو من أرخص الأدوية بالعالم، يعني الدواء البانادول قبل قصة رفع الدعم يمكن كان حوالي سعر المبيع للعموم كان 3000 ليرة، كان في عليه تزوير، لكن أكيد أنه اللي بيزور بيبغي الربح السريع والربح الكتير، يعني بيتوجه على الأدوية الغالية جدا. من 20 سنة عم بحكي؟ لا عم بحكي حاليا، 20 سنة كانت قضية البنادول وغيرها، بس اليوم سحبنا دواء مزور من الأسواق. هو دواء للكانسر كمان. كيف عرفتوا فيه؟ عرفنا فيه بعدة طرق، عرفنا فيه من خلال المستشفى يلي مريض دخل على مستشفى جايب معه الدواء، هو جايبه للاستعمال الشخصي من برا وعرضوا على المستشفى عنده كرمال يستعمله شخصيا، هو مش عم بكان بصدد هو المريض التاجر فيه، بس جايبه بطرق غير شرعية بطرق غير معروفة، سو تبين انه هو الدواء منه يعني مزبوط. تراجعت الوزارة بالموضوع ونحن رجعنا المختبر المصنع برا وتبين انه هذا الدواء مزور، ومش بس مزور كمحتوى، مزور وقتها الأولوغرام يلي تبع الوكيل كميل أولوغرام تزور؟ نعم، يعني اليوم اللي بيزور بيعمل حساب يعني. إيه يعني التزوير اليوم التكنيك عند التزوير
تسبق إذا بدك التكنولوجيا يلي العادية، لأنه اللي بيزور بده ينتبه يخبي حيال لو شيء ممكن على النظر واحد يشوفه أنه مزور. طب كان الوزير مرة عمل مؤتمر صحافي حكي عن يعني برنامج بيسمح بتعقب كل دواء يدخل عبر القنوات الصحيحة ومعرفته للجهة المستوردة ومن هم مستخدموا حتى هذه الأدوية. نحن ماشيين بالميديتراك لليوم ولا كيف؟ الميديتراك هي بلاتفورم بوزارة الصحة ماشيين عليها؟ ماشي، بتبلش من نقطة الصفر، يعني من وقت وصول الدواء على المرفق المطار وصولا إلى المستودع وصولا إلى الصيدلية. خطوة خطوة متابعة. خطوة خطوة، يعني مثل ما اسمه ميدي تراك، يعني هو تراكينج للدواء. هذا البرنامج بيساعد كتير لعملية التهريب، لعملية التزوير، ولعملية الاحتكار. يعني نحن فينا نعرف عبر الميدي تراك كل الأدوية الموجودة بالمستودعات من المطار وصولا للمستودع وصولا للمؤسسات الصيدلانية، على كل رقم طبخة وين راحت والكمية اللي راحت فيها، حتى ما يتم هون احتكار وتخزين إنجاز التعبير، كله مواكب، كله بيقدر الميديتراك يقدر يوصل على المعلومات يوميا. طب اليوم بهذه الحالة اللي نحن عم نحكي فيها، الناس كيف تقدر تعرف الدواء المزور من غير المزور؟ بتشتري عادي؟ مسؤولية مين؟ نحن منقول المسؤولية مسؤولية المواطن ومسؤولية الوزارة. نحن منقول للمواطن لتفادي عملية شراء أي دواء مزور أم مهرب، لازم يشتروا الدواء من القنوات الصحيحة، يعني ما ياخدوا دواء مش معروف مصدره، لازم تكون عبر مؤسسة صيدلانية مجازة، يعني عبر تتحمل مسؤولية، يعني عبر صيدلية مستشفى، لأنه نحن بهيدا الموضوع منأكد أنه هي جاية من مصدر صحيح. طب اليوم هالموضوع قلت لي من شوي أنه المريض كان هو جايب معه الدواء من برا، هذا الموضوع يعني بالذات، يعني هون ما فينا نحاسب حدا، ما بنقدر، هذا الموضوع بالذات، لأنه كمان في إذا بدك السرية الصحية، يعني الباسيون اللي مصاب بمرض السرطان، ما فينا نحن نقول مين بس اللي عرفني أكيد أنه هو تواصل مع أحد أصدقائه اللي جاي على لبنان، قال له وصي على الدواء، وهيدا الدواء نجيب من بلد معين ودخل بهيدي الطريقة للاستعمال الشخصي. طب دكتور رعيدي، نحن بنسمع عن تجار الشنطة اليوم، بنقول أنه في أدوية بتنتقل وتباع تروح وبتجي بالشنطة، نحن خافف عنا تهريب الأدوية بلبنان؟ خافف تهريب من لبنان لبرا؟ نعم. أكيد، لأنه الدواء ألجأ عم بيقضي السوق المحلي ومن الخارج لعنا، لأنه قلت لي بفوت بطريقة أو بجيبه بطريقة غير شرعية اليوم المريض. بكل بلدان العالم، بكل بلدان العالم بتلاقي لازم، يعني الشغل لازم يكون دقيق حول تراقب الحدود، يعني الحدود البرية، حدود الجوية، حدود البحرية. يعني اليوم قد ما فينا، ومشكورة القوى الأمنية يلي كتير عم تتعامل معنا بطريقة جدية، ياما أشياء مهربة على الحدود بحرا جوا برا، جينا معلومات من القوى الأمنية عنا، لكن الموضوع بخاصة بهالظرف الخاص بالأدوية وبالحالة الاقتصادية موجود، ما فينا ننكر أنه موجود، لكن قد ما فينا بالتعاون مع المعنيين بالقوى الأمنية عم نتعاون مع كل الوزارات المعنية. اليوم يعني دائما المريض بده يجيب معه دواء من برا، ضروري يصرح عنه ولا هذا دواء الاستعمال الشخصي؟ لا ضروري، لأنه ضروري. حتى لو بده يجيب، نحن بدائرة الاستيراد بالوزارة نسمح ما يسمى بالاستيراد استعمالي الشخصي ضمن أسباب معينة، يا أما الدواء منه مسجل بلبنان والطبيب بده يعالجه بهيدي الدواء، يا أما الدواء مسجل بلبنان بس منه متوفر لنحسب حاليا. نحن منتأكد أنه الدواء بيكون في بريسكريبشن من قبل الحكيم، دائرة الاستيراد بتمد عليه، وبذات الوقت بيخضع للكشف من قبل دائرة التفتيش الصيدلي بالوزارة، يعني حتى لو الاستعمال الشخصي من باب الأمان، يعني بدنا نفحصه، أكيد بدنا نفحص، بدنا نكشف عليه نتأكد أنه هيدا الدواء مزبوط. أما إذا دخل أدوية بالشنطة للاستعمال الشخصي هذا غير موضوع، ما بتعود إلا مسؤولية المريض. طب دكتور كلية رعيد، اليوم بيقولوا أنه نحن ما عندنا مختبر مركزي، وقت اللي بدي أضطر أنا أفحص دواء وين عم نفحصه بلبنان؟
بغياب المختبر المركزي اللي له سنين وايام مسكر، في قرار يعمل به من سنوات. نعم. نحن متعاقدين، اذا بدك مش متعاقدين يعني عاملين اكور مع عده جامعات عندها مختبرات، وهي لائحه منشوره على ويب سايت الوزاره تتضمن حوالي 7 أو 8 جامعات نعتمد التحليل عندها للأدوية اللي بدنا نفحصها. اليوم إذا هيدي الأدوية اللي اوريدي نعم. موجودة بالسوق نعم. لكن عند عملية التسجيل الأدوية تخضع للتحليل خارج لبنان بمختبرات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وبدول مرجعية قبل ما نعطي ما يسمى الماركتينج اوتورايزيشن هولدر، يعني قبل ما ينحط بالسوق المحلي. لا. إذا بدي طمن الناس اللي هلا عم يتابعونا بالختام عن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، يعني الوزير قال إنه نحن بدنا نبلش مرحلة يعني رفع الدعم بالمرحلة الثانية، ترشيد رفع الدعم بالمرحلة الثانية لحتى نقدر نأمن أمراض السرطان، أدويتها، كل ما هو مطلوب لأمراض يعني المستعصية أدويتها بهذه المرحلة. عندنا شيء مقطوع من أدوية السرطان؟ يعني رجعت عم أقول لك أنه البادجت لهلا نعم. يلي حكينا عنه هو بالرغم بدي أعرف إذا في مقطوع بالرغم من هيدا بيننا. البادجت عم نعطي الأولوية القصوى لأمراض السرطان وللأمراض الصعبة، يعني في كمان عندك الأمراض مثل الأم أس مثل الريماتو، هيدي أمراض كمان المريض ما في وقف علاجها. عم نحاول قد ما فينا ترشيد تنقاية الدواء اللي بنعطي عليه نحن أبروفل، ونخفف الدعم كمان عن الأدوية يلي ممكن المريض يتحمل دفعة يلي هي أدوية رخيصة من غير فئات علاجية، تالأموال اللي بتتوفر من هيدا التخفيف نعم. تروح أكيد لمرضى السرطان ومرضى يلي ما فينا نأجلهم علاجهم ولازم نأمن لهم إياه بالبادجت المتاح لنا. دكتور أنا بدي أشكرك لهذه الإطلالة مع تحية أيضا لمعالي الوزير ولاهتمامه، شكرا لكم. حضرتك دكتور كوليت رعيدي رئيسة مصلحة الصيدلة بوزارة الصحة العامة في لبنان. أصدقائي نحن لهون بنوصل لنهاية حلقتنا، لقاءنا بيتجدد دائما عبر تلفزيون لبنان، إلى اللقاء.